السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمين للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة سهلة وسريعة، رايحين نديرو كريمة الجبن. مقادير وصفتنا لنهار اليوم: عندنا 2 كيسان حليب أي ما يعادل 500 ملليلتر من الحليب، نصف لتر من الحليب، ملعقة كبيرة من الفرينة وملعقة كبيرة من المايزينا، حبة بيض، ملعقة صغيرة من الجبنة، والجبن يعني أي نوعية جبن نقدرون نستعملوها. راح نخلطوا كل المكونات بارد في بارد يعني باش نحلوا الفرينة تاعنا. هنايا كيما نقدروا نستعملوا ملعقتين من الفرينة او ملعقتين من النشا. راح نخلطوا كل المكونات بهذه الطريقة حتى تتفتح الفرينة تاعنا والميزينة تاعنا. وراح نضيفه حبة بيض. بهذه الطريقة ورايحين نحطها على نار متوسطة مع التحريك المستمر يعني باش ما تلصقناش وتشكلنا كتل في الخليط بتاعنا. يعني دائما مع التحريك المستمر. يعني هنا اي نوعيه جبن نقدر نضيفها، ماشي لازم، ماشي متقيدين باي نوعيه، يعني اي نوعيه جبن المتوفره نقدر نضيفها. بعد ما سخن الحليب تاعنا رايحين نضيفوا الجبن. يعني دائما مع التحريك المستمر حتى يذوب الجبن تاعنا والكريمة تاعنا تعقد. هنا الكريمة تاعنا راهي بدات تعقد كما راكم تشوفوا. هذا هو قوام الكريمة تاعنا، يعني بعد ما تبرد راح تشد روحها شوية. هذا هو قوام الكريمة تاعنا ورايحين نتلاقاو بعد قليل باش نكهوها كيف كيف. هنايا النكهه تاع باش نكهو الكريمه تاعنا رايحين اول حاجه نضيفو ملعقه الزبده، نضيفوها في الاخير. يعني النكهه لكل واحد كيفاش يحب. راح ندير لها قليل من الملح، الفلفل الاسود والثوم. هنا سواء نستعمل الثوم بودره ولا نستعملو الثوم يعني فصوص. يعني هنا استعملت فص صغير من الثوم. يعني نقدر نستعملو المعدنوس، اي نكهه حبينا نقدر نضيفها، البصل اللي يكون بودرة، يعني اي نكهة حابين نضيفوها نضيفوها. هنضيف القليل من الملح. القليل من الفلفل الاسود. هكا راح نتلاقاو ونشوفوها في صحن التقديم. هذا هو شكل الكريمه تاعنا كيما راكم تشوفوا، يعني كريمه بطريقه سهله وسريعه. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.